السلام عليكم شباب، اخباركم؟ طيبين؟ معكم هوكو زمان اوريو فلير في فيديو جديد من ماب اوريجنز. طبعا في هذا الفيديو جايب لكم كيف تطورون. طبعا زي ما تشوف هذا المولد الكهربائي، تجي تضغط عليه تدفع 200 فتحاول تذبح هذول الزومبيز اللي اشكالهم مختلفة لما ما يتحمل هذا الشيء، لما ما تتكمل الدائرة او لما ما يخلص اللودينج. فاذا خلص واشتغل راح يقضي على الزومبيز الكبار هذه، بعدين خلاص يروحونهم. فتسوي نفس الشيء لكل مولد كهربائي. طبعا انت عندك 6 جنريترز اللي هم المولد الكهربائي، فتروح عند كل واحد عشان تفتح حقة الباك بانش حقة تطوير الأسلحة. ف يعني انه في كل منطقة في الماب او في كل زاوية فيها زي هذا المولد الكهربائي، تروح تسوي نفس الشيء، تحاول تذبح الزومبيز. في البداية يعني اول جنريتر راح يكون سهل. مثلا الجنريتر الثالث هذا يعني يمكن يكون شوية صعب، لانه يكونون الزومبيز مجتمعين عليك، وفي نفس الشيء الزومبيز الكبار هذولي برضو جايين عليك. فيعني استحسن ان يكون معك سلاح قوي. يعني احسن شيء انه يكون معك مثلا ريغن او شوتجن. زي ما تشوفوا انا هنا طحت لاني انحجرت، بس اذا طحت يروح التحميل عليك، يعني يروح شويه، بس انك اول ما تقوم على طول تسترجع التحميل او اللودينج، بعدين تكمل في شو اسمه الاحتلال على هذا الجنريتر. اذا احتليته طبعا وتكمل الدائره خلاص، فانت كذا شغلت الجنريتر هذا. طبعا البيرك اللي جنب الجنريتر على طول يشتغل، فكل جنريتر تقريبا جنبه بيرك ويشتغل، وجنبه صندوق اسلحه. ف يعني اذا شغلت الجنريتر راح يشتغل صندوق الاسلحه، اذا ما شغلتها ما يمديك يعني تشتري اسلحه حتى لو معك ايش. الهم طبعا انا هنا جيت عند الجنريتر 4 اللي جنبه الجاجر. طبعا دائما اذا جيت عند جنريتر 4 ما راح يكون معك جاجر لانك توك ما شغلته. فاذا شغلته حاول انك يعني تذبح الزومبيز بسرعه، بعدين تاخذ جاجر اذا كان معك فلوس. طبعا زي ما تشوفون انا هنا عندي زومبي بلود، هذا يساعدني انه الزومبيز ما يجوني احتل على راحتي، فهذا الشيء مرة حلو، مرة يساعدك انك تحتل على الجنريتر هذا بسهولة، بدون لا حد يجي يحجر لك، بدون لا حد يطيحك. طبعا زي ما تشوفون هنا جنبه صندوق واخذت منه. المهم الحين رحت تروح جنريتر 5، جنريتر 5 مقابل جنريتر 4 اللي عند الجقر، للناس اللي ما زالوا يعني مو متعودين على الماب. فتسوي نفس الشيء. زي ما تشوفون انا هنا معي ريغان، فسهل لي المشكلة. اذا ما معك ريغان عند جنريتر 5 او 4 او 6 يعني راح تطيح. شوفوا انا هنا كنت محظوظ، يعني كنت كأني بطيح، بس يعني حاولت اني اطق او اهرب منهم. وفي نفس الوقت ذبحتهم بسرعة واحتليت جنريتر 5. جنريتر 6 هو تروح من عند الكنيسة، هذه الكنيسة تطلع منها هو ورا الكنيسة، هذا هو الجنريتر 6، هذا آخر مولد كهربائي، إذا شغلته خلاص يمديك تطور. طبعا هذا برضو حجرة، فلازم يعني ما عندك إلا مخرج واحد، يعني أغلب الجنريترز كلها عندك مخرجين، هذا مخرج واحد يعني تنحجر على طول. فدائما لازم يكون معك ريغان، ودائما يكون معك يعني يستحسن يكون معك ريغان ومونكي او اي شيء او سلاح قوي يعني. المهم طبعا زي ما تشوفون احتليته، والحين طلعت الاتشيفمنت، والحين نروح نطور تطوير مره مختلف. طبعا تروح لاكسكافيشن سايت اللي هو هنا وتطور. طبعا الباك بانش يختلف شكله الحين، حتى الوان الاسلحه تختلف مره، الوانها بطله الصراحه، مره عجبتني. وراح تشوفون الحين كيف. فيعني تغير الصراحة من ناحية الألوان، من ناحية الباك بانش، حتى شكل المطور حق الأسلحة يفترق عن الباك بانش العادي. زي ما تشوفون ألوان الأسلحة تصير كذا زي الكريستال أو زي الأزرق. فهذا شيء مرة حلو، مرة عاجبني، يحمسني إني أطور أسلحتي، أغير أسلحة وأطور أسلحة ثانية. زي ما تشوفون هذا المشين جان اللي معي مرة يساعدك في تجميع كوينز أو فلوس من الزومبيز، لأن الريجا ما يجمع لك زين، مو بزي الأسلحة العادية زي الرشاشات. فيعني دائما لازم يكون معك ريجا في هذا الماب عشان تسوي أي شيء بسهولة، لان انا واجهت صعوبه دائما اذا ما لقيت ريغان
دائما اواجه صعوبه في هذا المعب. المهم اتمنى فاتكم هذا الفيديو، كان معكم زمان اوري فلير، اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامه.